الشعبي. مساء الخير استاذ كمال. مرحبا، مساء النور يا اخي الكريم. الامين السياسي للمؤتمر الشعبي. استاذ كمال، بالامس انعقدت الجمعيه العموميه لآلية الحوار 7+7، اعطت تفويض للاليه الجمعيه بان تعمل على تحديد تاريخ محدد لانعقاد الحوار الوطني على ان لا يتاخر عن نهايه هذا الشهر في مده كليه 3 اشهر. ما المتوقع؟ يعني اول حاجه مساء الخير لكل الساده المشاهدين. الاجتماع امبارح الامس كان اجتماع للجمعيه العموميه مشكله باكثر من حوالي 130 تنظيم، تداولوا حول مشروع خارطه الطريق بشكل اساسي، اجازوا الخارطه واجازوا كذلك الاتفاق الاول اللي تم في اديس مع الحركات المسلحه، وده في حد ذاته انا افتكر انه انتصار كبير للحوار، باعتبار انه نحن لاول مره حتى الان امام خارطه مجازه بواسطه الجمعيه العموميه بكل البنود بتاعتها، نعم، بقضاياها بهياكلها بالتصور بتاعها برؤيتها باتجاهها بانفتاحها على الاخر. بعد الاجازه هذا يعني بانه الان مسيره الحوار يعني بدات في الانطلاق، لانه قبلها دي كانت كلها اجراءات اوليه متعلقه بنظم الحوار. الان نظم الحوار اجيزت، نحن قدامنا اول حاجه، ولكنها تاخرت كثيرا، صارت بسلحفائيه كبيره. يا اخي الكريم، انت كما تعلم منذ انطلاقه الدعوه بتاعت الحوار، الحوار ده اصابته معوقات كثيره كده، اعتقال الامام، الاجراءات الجنائيه في مواجهته، بعد ذاك ابراهيم الشيخ، بعد ذاك المناخ عموما بتاع الحريات، رفع الرقابه على الصحف، اطلاق سراح المعتقلين، وقضايا حقيقه احنا بالنسبه لنا بنفتكر انها يعني هي طبيعيه في شكلها الاجرائي، لانه صعب جدا انك انت تبدا حوار والمناخ بتاع الحريات طبيعي لكل هذا الوقت. واهل السودان كله، الراي العام في السودان ينتظر، القضايا اصبحت واضحه، يعني سواء كان من جانب اليه 7+7 من جانب الحكومه او من قبل الاحزاب المعارضه التي تشارك، هذه اطاله غير مبرره عند الكثيرين. يعني انا عندي مبرره، لانه نحن ما كنا دارين الحوار ينطلق بمن حضر، كانت في مساعي تجاه القوى الممانعه، كان في مساعي تجاه الحركات المسلحة، كان في مساعي بتاعت إعادة بناء الثقة بإطلاق سراح المعتقلين وإطلاق سراح الصحف اللي كانت مغلقة وإطلاق الحريات للندوات العامة، دي كلها إجراءات متعلقة بمناخ الحوار. أنا أفتكر أنه حوار بالكم الكبير لهذه القضايا، فطبيعي جدا جدا أنه تعتريه هذه المصاعب، ولكنه في النهاية أنا دار أقول أنه هذا هو الحوار الأفضل والأخير الآن للشعب السوداني، تقدم وأجيزت نظمه وأجيزت لوائحه، وهو الآن متجه حقيقة نحو القضايا. أنا أتوقع بإذن الله تعالى بعد الإجازة دي نحن حندخل مباشرة في تحديد الميعاد، وفي غالب الأحوال تم الاتفاق عليه وبعد تفويض آلية 7+7، باعتبار أنه سينعقد في نهاية هذا الشهر. حددنا اللجان دي حتنعقد وحتطرح عليها القضايا، وحنستكمل البناء بتاع بعد تفويض الجمعيه العموميه، البناء بتاع 50 شخص زائد 5 اشخاص موفقين. انا افتكر انه الخطاب بتاع السيد الرئيس بالامس ذاته فيما يتعلق بالقوى السياسيه الاخرى والحركات المسلحه والمناخ بتاع الحريات، انا افتكر انه في تقدم كبير جدا جدا ماشي في قضيه هذا الحوار. نعم. طيب، الرئيس البشير اشار الى انه الحوار لن ينتظر، يعني لن تنتظرون الان هذه القوى التي لا تزال ترفض ولها بعض المواقف السياسيه، هل نتوقع ان تلتحق بعض القوى بالحوار الوطني خاصه الحركات المسلحه التي لا تزال تحمل السلاح؟ انت كما تعلم انه ورد في النشره بتاعتكم ان بيكي وصل اليوم الخرطوم، سيلتقي هو ب7+7 وسيلتقي برئيس الجمهوريه وسيلتقي بقيادات الاحزاب. أمريكي بعد التوقيع بتاع أديس الأخير يعني جاي وحضر السودان، وهو في معيته كثير من التصورات حول اللقاءات مع الحركات المسلحة. في اليومين الماضي تمت لقاءات مع الحركات المسلحة في مناطق مختلفة، في اتصالات تمت، نحن على يقين بأنه الحوار ده يعني بالشكل بتاعه المطروح الآن يمكن أن يساهم لحد كبير في إقناع بعض الحركات المسلحة بالانضمام، ونأمل أنها تنضم كلها، لأن القضايا المطروحة هي قضايا الأزمة السياسية السودانية. كل القضايا الخمسة المطروحة، أي حزب سياسي معارض أو حركة حملت السلاح بتجد قضاياها في هذه القضايا. الرئيس الشادي كذلك له جهود في هذا الإطار. نعم، الأخ إدريس دبي برضو عنده جهود بيقوم بها، وتمت لقاءات في الفترة الفاتت، ودي كله حقيقة دب أكد يا أخي الكريم بأنه هذا الحوار يعني حوار جاد. نعم، أستاذ كمال، قبل ذلك أنتم في المؤتمر الشعبي أيضا أشرتم إلى أنكم لكم جهود
فيها اتصالات مع عدد من الحركات المسلحة للانضمام. البعض يتحدث أن المؤتمر الشعبي نفسه له علاقات ببعض الحركات المسلحة، من الممكن أن يتم الاستفادة من هذه العلاقات للدفع بعملية الحوار الوطني والمشاركة. إلى أي مدى هذا دقيق وممكن أن يقوم به المؤتمر هذا الشعبي؟ صحيح، هذا صحيح يا أخي الكريم. عندنا علاقات مع كل الحركات المسلحة الموجودة مع الجبهة السورية، عندنا احترام وتقدير، وعندنا تواصل معهم عبر مسارات مختلفة. نحن هنسخر هذه العلاقات بإذن الله تعالى لشرح المفاهيم الجديدة حول الحوار، أملا في أنه يشاركوا في المرحلة الجاية. عندنا برضو اتصالات حتبدأ في المرحلة الجاية مع القوى الممانعة، القوى الداخلية، هنا برضو حنستمر في اللقاء. ولكن في نهاية الأمر أنا داير أقول أنه نحن يعني هنقوم بواجبنا تماما تجاههم، ولكن الحوار بقضاياه المطروحه الان لا يتحمل الكثير. 3 شهور نحن دايرين نحسم فيها قضيه الحوار، لانه الوضع الراهن، الاقتصاد، وحده البلد، الحرب، الحريات، كل هذه القضايا نفتكر انها هي قضايا تاسيسيه مهمه للدوله السودانيه، وبالتالي احنا محتاجين ان نمشي فيها. من الممكن أن ينتهي الحوار قبل الموعد المضروب لانتخابات 2015؟ هذا ما نتوقعه وما نأمله. نحن هنعمل في أنه ينتهي الحوار قبل الانتخابات، لأن قضية الانتخابات واحدة من القضايا المهمة التي أثيرت. إذا الحوار أخذ موقف فيما يتعلق بقضية الانتخابات، لن تقوم انتخابات إذا الحوار اتخذ قرار بتأجيل الانتخابات. من المؤتمر الوطني قال إنه ملتزم بمخرجات الحوار الوطني ولو أدت لتأجيل الانتخابات، لكنه إذا تجاوز الموعد المضروب للانتخابات هو سيكون مع التزامه الدستوري حتى لا يحدث فراغ في البلاد. نتوقع أن يخلص الحوار بحسب رؤيتكم قبل الموعد المضروب للانتخابات. وصحيح أن قضية الانتخابات هي قضية مربوطة بالدستور والقوانين. نظام قانوني عارف الكلام ده يعني، ونظام معارض. وكنت أتمنى أنه يكون الأمر غير كذا، لكنه في النهاية ده حق ومربوط بقوانين ومربوط بدستور وبآجال. بآجال مؤسسات شرعية مربوطة بهذا الزمن. لكن نحن بنفتكر أنه انتخابات في ظل الظروف الراهنة الموجودة، نحن عايزين الحوار ده يسبق الانتخابات حتى يؤكد بأنه في وفاق سياسي حول مناخ الانتخابات، حول المفوضية، حول القانون، حتى تشارك كل القوى السياسية، لأنه دايرين انتخابات أن احنا تشارك فيها القوى السياسية عشان ننتقل من المربع ده إلى مربع بتاع الديمقراطية حقيقية فيها حريات وفيها وحدة للبلد. لو لم تصلوا لنتيجة فيما يتعلق بالحوار الوطني، هل سيشارك المؤتمر الشعبي في الانتخابات إذا لم تنتهي قبل الانتخابات؟ المؤتمر الشعبي عنده موقف حيال الانتخابات اذا لم تدرك في داخل الحوار، وعنده موقف لن يدخل الانتخابات، لكننا سنستمر في هذا الحوار لانه نفتكر ان الحوار ده هو الاساس لازمه البلد كلها. شكرا جزيلا. شكرا استاذ كمال عمر عبد السلام من السياسي المؤتمر الشعبي.